دايماً النادي الأهلي زي ما قلنا لحضراتكم بيكون مصنع للنجوم والأبطال. حلقة النهاردة حلقة خاصة بكل المقاييس الحقيقة. معانا ثلاث أبطال جايين من البحر الأبيض المتوسط، بطلة حبيبة من الدوري العالمي للكاراتيه، كان لازم نحتفل بيهم ونقدرهم في بيتهم ومكانهم وقد إيه إحنا حاسين بمجهودهم. يمكن إحنا سعداء جداً جداً بالإنجاز الكبير، إيهاب، حبيبة، إسراء، محمد، ونتمنى إن شاء الله إن ده يستمر وكل قلوبنا كل يعني دعانا معاكم باذن الله. ربنا ان شاء الله استاذنكم ممكن نقطع تورته مع بعض أكيد. بس طبعا نخلي اللاعبات اتفضلي تعالوا انتوا بقى الاساس، انتوا الاساس استاذنكم هم اللي هيقطعوا انتوا مع بعض. ليديز فيرست، خدي طرف الايه التورته كده. ايوه ايوه برافو 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 برافو، الف الف مبروك، حاجه جميله جدا جدا، ويعني ده حاجه بسيطه عمرها ابدا ما هتعبر عن مجهودكم. يعني محمد انت لعبت وانت مصاب، وهاب انت مصاب، يمكن برضو اسال نفس الكلام، مصابه وجايين ميداليات. حبيبه الحمد لله ان شاء الله مش هنتصاب الحمد لله كويسين، بس ميداليات في ثلاث ميداليات في ست سبع شهور برضو انجاز كبير، حاجه جيده جدا، ونتمنى لكم في كل عالم توفيق. اهاب عمل مجد ان شاء الله. ربنا يخليك، بشكركم شكرا جزيلا وكنتم شرفتونا. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين ده كان حلقتنا النهارده مع الابطال، انتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده وابطال جداد. مفيش ابطال ومفيش نهايه للابطال جوه النادي. اشكركم شكرا جزيلا.